الممتلكات الفرنسية في الأراضي المقدسة تسمية تطلق على 4 مواقع تديرها قنصليات فرنسا في القدس منذ منتصف القرن 19 وإلى يومنا هذا. ولكن صباح أمس حدث ما هو غير مقبول وفق الخارجية الفرنسية، فانفجرت أزمة دبلوماسية بين تل أبيب وباريس. فماذا حصل؟ أثناء زيارة جان نويل باغو وهو وزير الخارجية الفرنسي للقدس، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية موقع كنيسة الأليونية وهي أحد المواقع الأربعة الخاضعة لسيطرة الفرنسية، واعتقلت فردين من الدرك الفرنسي كانا في المكان لتأمين زيارة باغو. الحادث لم يقف عند هذا الحد بحسب مصدر دبلوماسي قال لقناة الحدث إن رواية السلطات الإسرائيلية التي وصفها بالكاذبة فاقمت من خطورة ما حصل. ويروي المصدر أن الدركيين الفرنسيين تفاوضا لمدة نصف ساعة مع الإسرائيليين، الأمر الذي أوضح للجميع أنهما كانا من درك القنصلية الفرنسية. ويتابع المصدر أن وجود القوات الإسرائيلية في المكان دفع بوزير الخارجية الفرنسي إلى الإدلاء بتصريح أمام الموقع، ولكن بعد مغادرة وفد الوزير قررت القوات الإسرائيلية اعتقال الدركيين قبل أن يطلق سراحهما بسرعة بعد تدخل مباشر من الوزير وفقا للمصدر الدبلوماسي. إذن أزمة دبلوماسية جديدة تقع بين باريس وتل أبيب، أزمة فور حدوثها أعادت إلى الأذهان قضية حظر الأسلحة على إسرائيل، حين قال الرئيس الفرنسي قبل أسابيع بوجوب وقف شحنات الأسلحة المستخدمة بالصراع في غزة ولبنان، ما أشعل نار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال يومها عار عليهم.